السلام عليكم خوتي المغاربة داخل أرض الوطن خارج أرض الوطن، معكم عبد الغني في الطومي. كيف العادة كنطلب من الإخوة اللي داخلين معنا أنهم يبارطاجيو هذا اللايف هذا. تحية لجميع المشاهدين. الموضوع ديالنا راه من العنوان راه واضح اللي كيتعلق بمجموعة ديال القضايا خصوصا الدار البيضاء. هذا اليوم تحية للإخوة اللي داخلين معنا، كنطلب منكم أنكم تبارطاجيو معنا هذا اللايف هذا لأنه مهم، كيتعلق بوفاة سجين بسجن عائل البرجة هذا اليوم كيف تبعتوا معنا، و المعاناة ديال العادل الداحي مع إدارة سجن المحمدية، إضافة إلى الملف ديال إدريس بوطرادة التهم اللي تلفقت له. حميد المهداوي ضم الملف معتقل حراك الريف، هادشي اللي صبع عندنا عادي في هاد البلاد هادي. يعني واحد مجموعه ديال القضايا كنطلبوا الاخوه اللي داخلين معنا انهم يبارطاجيو هاد اللايف هذا باش نوصلوا هذه الرساله. يعني كيف كتشوفوا في العنوان، يعني كما قلنا هم السابقون نحن اللاحقون، حنا ما عندناش شي، ما كنتوقعوش شي حاجه من هاد الدوله هادي. اذا كنطلبوا منكم الاخوه اللي داخلين انكم تعاونوا بالبارطاج باش نوصلوا هذه الرساله هادي. الاخوه اللي طلعوا معايا كنطلبوا منكم انكم تعاونونا في بارطاج ديال هذا اللايف هذا. اذا كما قلنا الموضوع كيتعلق بوفاة السجين هذا الصباح في سجن عائل البرجة بالإهمال الطبي، فالسجن ديال عائل البرجة اللي هو كريم شراط الله يرحمه في هذا النهار هذا وسع عليه السيد اللي هو، حنا غنتكلموا دابا غير على واحد المعتقل اللي هو عادي وما غاديش نرجع معكم للخلفيات كيف اعتقل وكيف حكم والى غير ذلك، فهذاك موضوع اخر لا حول ولا قوه الا بالله. اللي غنتكلموا معكم اليوم عليه هو انه كان عندكم في السجن ديال المحمدي، نقلتوه من السجن ديال المحمدي جبتوه السجن ديال عائل البرجة باش يقضي ويكمل واحد العقوبه اللي هي سنه ونصف سجنا. تعرض، شوف المهم ما غاديش ندخل في جميع الحيثيات، المهم على حسب ما عندنا لحد الساعه ان السيد كان بخير ما عنده حتى شي مشكل. تصاب بمرض انه القرصو كيتبوع كيتقيع دون تقديم العلاجات بهذا المفهوم، كيخرج لعندهم داك المصحه ديال هذاك السجن ديال عيال البرجة لدرجه بعد باقا مازال تصريحات اخرى مازال غادي، ربما كنتسناو واحد الفيديو وصلنا اللي غتسمعوه هو شخصيا اشنو كيقول كيفاش تعامل معاه، راه مات الله يرحمه في هذا النهار هذا. اذا من بعد كما قلنا انه تعرض للاهمال كيخرج عندهم دون موجب، ما تسوقوش هذا السيد حتى مات على خاطره بهذا المفهوم هذا، خرجوه للمستشفى. يعني كانت جات عنده الاخت ديالو للزياره باش تشوفو يوم الخميس 23 من الشهر الماضي، عجز عن مقابلتها لانه طريح الفراش، يعني ما خرجش عند اختو يشوفها لانه طريح الفراش. في يوم 24 يعني الغد الجمعه نقلوه للمستشفى ديال بن رشد الغرفه 24 ديال الجهاز الهضمي، كانت بعض العلاجات وبعض الاولويات ما استمرش العلاج ديالو. يعني الجمعه 24 الجمعه السابقه الماضيه ردوه للسجن في واحد الحاجه، في واحد الحاله يرتلان يعني في وضع خطير ردوه للسجن. والام ديال الاخت ديالو مشات لعند المدير ديال السجن قالت لي غيردوا لي خويا، قال لها سيري هضري معاهم هما ما خصهمش يردوا لان هنا ما كاينش اللي غيقابلو الى هذا المدير ديال السجن ديال عيال البرجة. اذا هما المبرر اللي عنده في هذا المستشفى ديال بن رشد هو انه ما بقاوش
الناموسيات فين ينعسوا الى غير ذلك، نظرا ان السبت والحد كيكون عندهم واحد الاكتظاظ. ردوا السيد للسجن ديال عين البرجه، ما خصوش يرجع في واحد الحاله. يعني انسان كيتقيا الدم، انسان جاته مراجل حشاكم المخرج ديالو ولا تيخرج الدم، ردوه للمستشفى، ردوه للسجن. توفى هذا الصباح هذا. اذا هالامور راها واضحه وضوح الشمس. شكون اللي غيتحمل هذه المسؤوليه؟ هو المدير ديال السجن اش كيقول؟ قال لها يعني حاول تلحي عليهم باش يخليو عندهم تما، راه ما كاينش اللي غادي يقابلو هنا، وكاين الدخان وكاين هادي والى غير ذلك. قالت لي وبخصوص بانه كان كيتقيا عندكم هنا وما خرجش، والى قال لي ديك المسؤوليه ديال الطبيبه. اذا حنا اليوم كنتسائلوا، اليوم ماتت السيده المدير ديال السجن ديال عيال البرجة رحمه الله الكريم الشراط. شكون اللي غيتحمل هذه المسؤوليه؟ واش غتحملها اداره السجون بصفه عامه، او غتحملها، او لا غتردوا علينا بشي بلاغ ديالكم ثاني في هذا الموضوع هذا الى غير ذلك، او لا غتحملها اداره السجن والمصحه ديال السجن، ولا غيتحملها المستشفى ديال بن رشد. حنا كنتسائلوا اليوم راه امام واحد السيد راه ماتر الله اللي عالم بظارم دابا في هذه اللحظه هذه، راه لا حول ولا قوه الا بالله. يعني راه كاين اهمال الاخوان، يعني ملي كنقولوا هذا السيد راه اصلا راه 15 يوم وهو كيتقيل داخل في السجن وما عتقوش، كيخرج عنده مراه تيش كيعطيهم في الدواء. خصكم تعرفوا هذه المساله، كتخرج عنده ضرك المعده كيعطيك فايده ديال الراس، ضرك رجلك الضرسه اللي ضرك كيعطوك فايده ديال الراس، واحد الفايده راه معروف، واحد الفايده راه معروف عندهم. اذا هذا السيد هذا بعد ما كان كيتقيا عادي، اصبح كيتقيا الدم، وخصوصا انه ما واكلش كنقولوا 15 يوم تقريبا هو كيتقيا في السجن، لدرجه المعتقلين ديال السجن ولاو كيتصلوا بالاقارب ديالو انهم كيقولوا معي عباد الله راه حاولوا تدخلوا راه خوكم راه غادي يموت هنا. اليوم السيد راه رحمه الله، يعني راه حسبنا الله ونعم الوكيل، راه هذا هو الواقع ديال اداره السجون في الدوله المغربيه. هذه من جهه. عندنا ثاني بالمناسبه يعني راه باقي حيتيات في هذا الموضوع، وباقي عندنا ما يتقال في هذا الموضوع هذا، كنتسناو الرد ديال اداره السجون ولا ديال وزاره الصحه ولا اش غادي يخرجوا لنا به ثاني حول الوفاه ديال السجين. وبالمناسبه كنقول لهذوك الضمائر، كنقول لهذوك الناس اللي كيدعوا انهم جمعيات حقوقيه ومنظمات او الى غير ذلك، اين انتم اليوم؟ يعني عندنا وفاه بالاهمال الطبي وسجين عباد الله مات الله يرحمه، يعني ما هو محلكم من الاعراب؟ اش كتمثلوا نتوما في الدار البيضاء هنا؟ بغيت نعرف اش كتمثلوا، اش كتمثلوا هنايا؟ شي واضح كيف كتبت في العنوان هم السابقون نحن اللاحقون. انا غدا غادي ندخل للسجن كالعاده وعادي، ما عندكمش مشكل نتوما نهائيا، ما عندكمش مشكل. اذا نتوما كتمثلوا راسكم، ما كتمثلوش الشعب المغربي، خرجوا لنا للعلن قولوا لنا حنا ما كنمثلوكمش بالدار البيضاء نهائيا، حنا كنمثلوا المصالح ديالنا الشخصيه. والدليل على ذلك كما قلنا هو الوفاة ديال السجين. بالمناسبة عندنا الأحكامين، يعني الحكم الصادر في حق المشردة عزيزة الحمر وطارق عام عباد الله، سنة سجن النافذة 10,000 درهم خطية، يعني كغرامة لهاد الدولة هذه. يعني عزيز الحمر غدوز عام ديال الحبس وغتخلص للدولة مليون. التهمة هي التجارة، إذا التجارة كما قلت سابقا أنا دخلوا عليا للدار، أنا كنتحمل المسؤولية ديالي وعندي شهود، وكاين هناك محاضر في الفرقة الوطنية و إلى غير ذلك. هناك ما يعني مجموعة، الأمن دخل عليا للدار جبد الفايند والعشيش وداني الحبس، يلا صليت المغرب أصبحت بزناز، دخل عليا للدار بهذا المفهوم هذا. إذا اليوم كيف يعقل غادي يدخلوا لي التهمة ديال عزيز الحمر؟ خصوصا أن بعض الإخوان كيف كنتابعوا في بعض التدوينات ديالهم، واحد التصريح ديال واحد ابن المنطقة اليوم اللي كيقول بان هادشي مفبرك، كميه ديال المخدرات دست لهاد الناس هادو، يعني صافي صيفطوهم الحبس. عزيز راه معروف على يعني الراي العام، راه كيعرف عزيز علاش معتقله، هادي يعني ما نتناقشوش فيها، انها انتقدت الملك بخصوص التشريد ديالها والتجريد ديالها من المواطن. يعني انسان ملي كطردو كما قلتم نتوما في البرلمان، وكتقول لنا في هاد المنابر ديالكم الاعلاميه، كتقول لنا من لا سكن ولا وطن له. اذن اين هو الوطن لعزيز الحمر؟ اين هو الوطن لهؤلاء المشردين؟ يعني كاين السجون، كاين يعني كنقولوا المشروع راه مشروع ملكي، المشروع ديال الدور الصافي هو مشروع يتراسه الملك. كنقولوا عزيز الحمر انتقدت الملك، كنقولوا عزيز الحمر اليوم كتحكم باسم الملك. يعني هذا لا حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيكم فرعون، فرعون مات غرقا في البحر، من انتم؟ شكون نتوما؟ وتصور معايا مشروع ملكي، السيده انتقدت الملك، دخلوها
داروا لها توام رفقوها ديال المخدرات التجاره الى غير ذلك. مع العلم الشعب المغربي كيعرف شكون هو اكبر تاجر المخدرات في العالم، يعني الصوره راه واضحه وضوح الشمس، يعني ما كاينش شي حاجه كتخبى شكون المستفيد بالمخدرات في العالم. بالمناسبه يعني هذه رساله كنقولوا، راه اليوم عندنا وفاه وعندنا حكم صادر في جوج في حق جوج الناس عباد الله في الدار البيضاء. اللي بغيت نقول لهاد الناس، لهاد الهيئات الحقوقيه وهاد الناس، لا تمثلونا، يعني كنتو كتمثلونا كون دعيتو للشوارع، داو الشوارع مالكم ناعسين، كلشي مخلص كلشي الا من رحم ربي، الا بعض الاحرار اللي كينتحروا هنا وهناك رغم الظروف ديالهم ورغم سميتو باش يوصلوا الصوت والمعاناه، يعني هم على رؤوس الاصابع. يعني هاد المساله يعني صافي واضحه وضوح الشمس هنا في الدار البيضاء، صافي انها مدينه الشهداء ومدينه المعتقلين السياسيين، فيعني اصبحت عباره عن واحد المثلج ديال الملفات وديال الضحايا. يعني في حين ان معظم الحراكات بالمغرب كانت تنتظر بفارغ الصبر خروج حراك الدار البيضاء. اذا هنا نتساءل، اين هي الجمعيات الحقوقيه؟ اين هي المنظمات؟ اين هي الاحزاب؟ اين هي لا يوجد احد من هذا القبيل، من هؤلاء. ما يوجد هو الاحكام، هو الظلم. اليوم راه الدار البيضاء كما قلنا عندنا وفاه سجين، عندنا ما يفيد في هذا الموضوع هذا وباقي غنفتحوا حتى هو. عندنا حكم كيصدر في حق مشرده اللي هي حرمه مراه، كيصدر في حق حكم علاش؟ حيت انتقدت الملك وكتحكم باسم الملك. وراه الشيء راه واضح، يعني راه ما كاينش، انا راه ما تقنعونيش، انا راه حيت انتوما جبتوا شي فايد من جيوبكم وديتوني للحبس، يعني من باب المستحيل انكم غتقنعوني. وتبعوا معايا مزيان الاخوه اللي دخلنا في اللايف، راه عندنا واحد الملف غادي يتفرقع دابا حتى هو ديال دريس بوطراده. دريس بوطراده حتى هو تاجر المخدرات، حلوا معايا يعني عزيزه، تاجرة المخدرات هي وطريق. دريس بوطراده تاجر المخدرات عزيزه انتقدت الملك، كتصبح تاجرة المخدرات وكتحكم باسم الملك. اليوم دريس بوطراده انتقد الملك وشدته في فرقه ديال مكافحه الجريمه الالكترونيه وكيصبح تاجر المخدرات وكيتحكم باسم الملك. اذا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هنا صافي راه بالغ السيل الزبا، يعني راه باش يعرف الشعب المغربي راه المشكل اللي كيتخبط فيه الريف أو جرادة أو باقي المدن، راه كيتخبطوا فيه جميع المدن المغربية. يعني راه ظلم واحد يستمر، ظلم واحد يعني فوق رؤوسنا، فوق يعني على ظهورنا، يعني كناكلوا في العصاية عباد الله بظلم واحد علينا كاملين دون استثناء. عندنا بالمناسبه عندنا هادي البداحي اللي لا حول ولا قوه الا بالله، يعاني هو الاخر في سجن ديال الذل والعار المحمديه، رغم بعد دخوله في اضراب عن الطعام انذاري لمده 48 ساعه من اجل رفع التعسفات اللي كيتعرض لها. اليوم عادل البداحي مريض كيعاني في السجن دون يعني حتى هو كالعاده، يعني بحالو بحال هاد كريم الشراط كيتعرض للاهمال في هاد السجن. واش هادي سجون عباد الله ولا مقابر للمعتقلين؟ هذا راه السؤال. ما بقات عندكم لا سجون لا مؤسسات لا حتى شي حاجه كتبشر بالخير عباد الله. وخير دليل راه الفتنه اللي نوض العثماني بديك الساعه ديالو، راه بقات في التاريخ ديال التلاميذ ديال الاجيال المستقبله عباد الله. وحنا كيمرروا علينا في هاد القوانين ديالهم اللي هي قوانين ديكتاتوريه، يعني ما عندهاش يعني حس ديال الانسانيه او المسؤوليه او المواطن. يعني هاد الناس بلغ السيل الزوبه، صافي وصلات لنا العظم مع هاد الناس. اذا كنناشدوا اليوم كنقولوا من يفدي ثأرنا فليتقدم، اللي يقدر يدير شي حاجه في هاد البلاد هادي فليتقدم. كالونا صافي، انا اللي تنهضر اليوم عارف راسي غنتعتقل، عارف راسي اي حاجه راني متوقعه، حيت علاش؟ غنشوفوا خيره ابناء هاد الوطن كلهم في السجون عباد الله. نضيفوا ثاني المحاكمه ديال حميد المداوي، ياك فصلتوه في الحكم الابتدائي عن ملف معتقلي حراك الريف، كتضموا لنا ثاني الملف ديال المداوي، الملف معتقلي حراك الريف. يعني شنو كتلعبوا بينا هنا؟ كتضحكوا علينا؟ كنسحابوكم غتمشوا تجيبوا البوعزاتي المولى ديال الروينه كامله اللي بسببه كتعتقل مدير ديال الجريده؟ يعني الصحافه عندكم جريمه في هذه البلاد. جايبين المداوي كتضموا الملف ديالو المعتقلي حراك الريف، يعني اش بتوصلونا زعما كاين انه لا يوجد حراك، لا يوجد اعلام. يعني صافي حنا بقى عندنا والو معاكم هنا، اللي خرج ضوا سواء صحفي او ولا خير دليل المذكرات اللي صادره ثاني في حق دوك ثلاثه الامنيين اللي خرجوا تاهما لمواقع التواصل الاجتماعي وكيعبروا على التضييق ديالهم وتتم متابعتهم والى غير ذلك. يعني عن اي وطن تتحدثون؟ وماذا تتمثلون في هذا الوطن؟ انتم اش كتمثلوا؟
ما كسمتلوناش، حنا بارين منكم في هاد البلاد هذه، شبعنا معكم حبس خوتنا كي غرغار، الحباسات عباد الله كتموت والحباسات يعني صافي، كفى كفى، كاع المعتقلين كيعانيو، دون استثناء، باقيين كتبنيو غير في السجون، هذه هي المشاريع اللي تتجيبو لينا، كتبنيو غير في الظلم وفي الحقرة، هذه هي المشاريع اللي كتجيبو لنا، علاش؟ حيت حنا الذنب ديالنا، الذنب الوحيد اللي ارتكبنا معكم في هاد البلاد هو أن والدينا وجدودنا قاوموا الاستعمار، ضحاو من أجل هاد البلاد باش تبركوا تشوفوا فوق الكراسة وتقمعوا فينا كيف بغيتوا وتعذبونا كيف بغيتوا، راني راه هذه راه اللهم إن هذا منكر، حسبنا الله ونعم الوكيل. بالمناسبة كما قلنا عندنا وفاة ديال السجين ديال كريم الشراط رحمه الله اليوم بسجن عائل البرجة، عادل البداح راه هو كيعاني في السجن ديال المحمدية تا هو من الإهمال الطبي، بعيدا عن الشكايات اللي تقدم بها مؤخرا الجهات المسؤولة قصد فتح تحقيق في شأن تنظيم عصابات داخل هذه المؤسسة السجنية، إذا واش هذه سجون أو مخافر للتعذيب؟ حنا ما عرفناش شكون السجون. وبالمناسبة يعني إلا تبعتوا معنا في مجموعة ديال اللايفات في مجموعة ديال المقالات فضحت عدة مؤسسات سجنية، إذا ملي غادي تدوني أنا السجن فين غادي تدوني؟ أي سجن غادي تديروني فيه؟ كلهم أعتبرهم خصوم. علاش؟ لأن ما فيهمش ذرة ديال الإنسانية، ما فيهمش ذرة ديال المواطنة، لا يمثلون الشعب المغربي ولا المسؤولية ولا الإنسانية. إذا من المنبر هذا كنحملوكم المسؤولية ديال عادل البداحي وما غاتوروناش غنديروا. يعني كيقول المثال اللي في راس الجمل في راس الجمالة. كنحملوكم المسؤولية ديال عادل البداحي وكنحملوكم المسؤولية ديال الوفاة ديال السجين هذا. وخرجوا بأي تصريح ديالكم فمرحبا به. غير ما تدوش دورنا مورا دارنا كيف العادة ديالكم. غادي نمشيو للملف ديال دريس بوطرادة اللي هو الجريمة الكبرى عباد الله. أهو كنشكر الإخوان اللي وصلوا لينا. تحية للناس اللي وصلوا لنا هاد سميتو وتحية ومن بلاد المناسبات كل الإدانة والخزي والعار الناس اللي كانت عدد النسخة هذه وخلاو بعض الأحرار كيغوتوا باش يوصلوا لهاد النسخة هذه. باش نعريو هاد الحقيقه ديال الاعتقال ديال دريس بوطراده جوج مرات كيمشي تاجر المقدرات. الاعتقال الاول على خلفيه مسرحيه راه معروفه كيعرف العالم كامل كينتقد فيها النظام كيصبح تاجر المخدرات كدخلوا السجن. اليوم ثاني انتقد الملك في تدوينه، يعني كيف شفتوا معايا كتب حرفيا، تبعوا معايا مزيان، كتب حرفيا يوم 2/8/2018 اش قال التاريخ الاحد غشت 2018 الساعة 10 صباحا المكان باب الحد الرباط الحدث مسيرة مليونية ردا على خطاب الملك الذي نعت المداوخ بالسلبيين والعدميين كونوا في الموعد. الحضور واجب على كل من تسنت له الفرصة للمشاركة وشكرا. هذه التدوينة اللي صيفطات دريس بوطرادة للسجن. إذا غنشوفوا المحضر ديال دريس بوطرادة شنو التهم اللي توجهات ليه. أو كيقولوا هما حنا ما كنقولوا والو هو كلشي قدامنا كنشوفوا كيفاش حكمتوا على هذا السيد هذا وهاد النسخه راه ما بغاوش يعطيوها حتى صدروا داك الحكم ديالهم يعني راه كاينه تعليمات باش ما تخرجش هاد النسخه هذه وراه باقا النسخه ديال الحكم باقا ما توصلناش بها باقا غنشوفوا ثاني الحكم السينافي يعني من طرف واحد القضاء اللي هو لا يمثل شيء قضاء هاتفي. اذا من المنبر هذا لا داعي لذوك الفصول وذوك القوانين ديال المشرع المغربي. قلبوا التليفونات ديالكم وصدروا احكام وعطوا الاوامر ديالكم وهادشي راه معروف راك عارفوه المغاربه. قال لك اخويا في يوم ثالث من غشت هذه المذكره ديال دريس بوطراده لا داعي لذكر بعض الاسماء نعم بالنسبه للتاريخ كتسنى فيهم كاملين واحد واحد. قال لك تبع البرقيه هذه في يوم 3 غشت 2018 تبع البرقيه المديريه عدد 28/160 بتاريخ 3/8/2018 التي تشعر بان المسمى ادريس بوطراده صاحب بطاقة التعريف الوطنية A 427663 المعروف على حساب فيسبوك باسم إدريس بوطرادة المقنع قام بتاريخ 2/8 بنشر عبارة تحريضية بإجراء مسيرة غير مرخص لها يوم 5/8/2018 بساحة الحد. هي التدوينة اللي ذكرت لكم. إذا قلنا هنا تبع للتعليمات الشفوي الاستاذ كذا الى اخره. قالك تنقل ننتقل رفقة مساعدة من المصلحة المفتش الشرطة فلان بن فلان وبمؤازرة فرقة الابحاث والتدخلات المكونة من ضابط كذا الى اخره ومقدم شرطة والى غير ذلك الى حي العكاري حيث نجري ابحاثا وتحريات فنهتدي من خلالها الى المسمى ادريس الملقب ب المقنع الذي يعمل مساعدا باحد دكاكين الكائنة بالحي المذكور. نشاهد المعني بالامر موضوع تدخلنا نقترب منه ونطلع على صفتنا والغرض من قدومنا ونستفسره عن هويته وفيد لنا
بها كالتالي هو دريس بطراد ابن عبد السلام ابن المهم اش داروا قالك نجري عليه الناس مشاو نهار ثلاثه كيف كيقولوا هما حسب هذا المحضر ديالهم تبعوا معايا مزيان نهار ثلاثه مع الخمسه العشيه لاحظوا مزيان غتشوفوا التناقض كيدير هذا المذكره ما بغاوهاش تخرج بهذا المفهوم هذا قالك نعرض على المسمى دريس بوطر هذا المبلغ قالك نجري عليه جسا وقائيا ومن ثم تفتيشه تفتيشا فنعثر بحوزتي على 340 درهم و50 سنتيم يعني 340 درهم و50 سنتيم وقطعه من مخدر الشراء عديمه الوزن وبطاقه تعبئه من فئه 5 دراهم تبعوا معايا مزيان الاخوان هاد الناس كيقول لك شدوا عنده 340 درهم و50 سنتيم يعني 10 ريال 50 سنتيم وقطعه من مخدر الشراء عديمه الوزن وبطاقه تعبئه من 5 نعرض على المسمى ادريس بوطرادة المبلغ المالي وقطع مقدر الشراء وبطاقه التعبئه فيفيد ان الكل يخصه هذه الفرقه ديال مكافحه الجريمه ومن بعد ذلك نعمل على حجز ما سلف ذكره في ختم مؤقت لفائده البحث مباشره نربط الاتصال بالنيابه العامه في شخص ونحيط علما ان بجميع حيثيات القضيه فيعطي تعليماته بالاستماع المعني بالامر في قضية موضوع ووضع رهن إشارة فرقة مكافحة المخدرات من أجل حيازة المخدرات حيازة مقدر الشراء نعود أدراجنا ونحرر اسمعوا معي مزيان نعود أدراجنا ونحرر هذا المحضر على الساعة 5:45 والتاريخ المشار إليه إعلاه ويوقعه إلى جانبنا المعني بالأمر قل لك أخويا ومرة مع الخمسة وقفوا عليه ورا مع الخمسة وخمسة واربعين دقيقة كيحرروا هذا المحضر هذا اوكي سمعوا مزيان تبعوا عقلوا معايا على هاد الخمسه معاش وقفوا معاش وقفوه والخمسه و45 دقيقه معاش ديروا لي هاد المحضر اذا قلنا يوم ثلاثه اذا غنشوفوا يوم اربعه قال لك المهم نحن ضابط شرطه رئيس فرقه مكافحه المخدرات بالنيابه بالمصلحه الولائيه للشرطه القضائيه بالرباط اش كيقول هنا قال لك حول مستوى حول هويته ومستواته باش اللايف باش نحاول نوصلوا الرساله الله يجازيكم بخير سمحوا لينا قال لك سبق ان قدمت هذا دريس بوطر هذا قال لك اعترف هنا واسمعوا معنا مزيان عباد الله هنا راه كاين دريس بوطر هذا موقع تشوفوا معاه كاين دريس موقع واخا هنا كيقول لك شوفوا معايا مزيان عباد الله التناقض كيدير هاد الناس اش كيقولوا قال لك هنا هو كيتصنتوا لي عادي سمعوا معايا مزيان حول المنسوب إليه بعد الإفراج عني من السجن خلال شهر دجنبر من سنة 2013 على إثر تورطي في قضية تتعلق بالتجار في المخدرات يعني دريس بوطر هذا كيعترف لهم هنا كيقول لهم بأنني أنا راه ديجا بعد الإفراج عني من السجن خلال شهر دجنبر من سنة 2013 على إثر تورطي في قضية تتعلق بالتجار في المخدرات والتي أدنت على إثرها أدنت على إثرها بسنة سجنا حبس بسنة حبسا دايرين التحقت بالعمل بمحل البيع المواد الغذائية إلا أنه نظرا لقلة المدخول ونتيجة للظروف المالية الصعبة التي أعيشها بحكم حاجتي في الحصول على مكاسب مادية وربح سريع اسمعوا دابا مصيبة هذه دابا هو كيقول لك هنا كيعترف وتفرجوا معايا اش واقع ربح سريع فقد قررت العودة مجددا إلى نشاط ترويج المخدرات يعني كيقول لك هو بأنه راه ديجا تتاقل ودوز سنة على التجارة وبحكم أنه ما عندوش ولا آخرين اللي خرج من الحبس رجع ثاني مجددا الى نشاط ترويج المخدرات موازاه مع عملي بالمحل السالف الذكر يعني بالموازاه مع العمل ديالو في ذاك الهري وهكذا ومنذ سنه ونصف تقريبا شرعت في التوجه الى منطقه سيدي الشافي نواحي مدينه سلا الجديده حيث صرت ان اتزود كل ثلاث ايام تقريبا من لدن احد الاشخاص يدعي هشام هذا هشام تاور بحالو بحال البوع الزاتي بحال ذاك خالد اللي حطو البداحي هشام يدعى هشام وتارة أخرى من أحد الأشخاص المجهولين ما بين 100 إلى 150 غرام من مخدر الشراء والتي بعد جلبها وتجزئها إلى قطع صغيرة معدة للبيع فإنني أعيد بيعها وترويجها إلى الراغبين فيها وتصور معي دريس بوطر هذا كيقول لهم أنا بزناز دريس بوطر هذا كيعترف أنا بزناز فرجوا معايا واخا حنا غنشوفوا هاد الهضره فعلا
ساعه ايقافي بحي العكاري الرباط تم حز مني قطعه صغيره من مقدر الشيره وهي ما تبقى من كميات سابقه قمت باعاده بيعها وترويجها فضلا عن هاتف نقال نوع سامسونج سبق ان اقتنيته من مزود هذا النشاط وكذلك مبلغ 340 درهم و50 سنتيم الجزء الاوفر منه من عائدات تجار المخدرات كما تم حز مني كذلك بطاقه تعبئه تخصني بخصوص مزودي المدعو هشام فهو يستجيب للاوصاف التاليه عمره حوالي 34 سنه ادهم البشره متوسط القامه نحيف البنيه يحمل اثار جرح قديم على مستوى خده الايسر اما الشخص الاخر فهو في العشرينيات من عمره ادهم البشره متوسط القامه البنيه وهما يعتمران معا منطقه سيدي الشافعي. اوكي الصفحه الثانيه من محضر الاستماع المسمى مدرسه بوطراده اسمعوا مزيان فين كاين الخلل. قالك هذا ما لدي من تصريحات ادليها لكم في الموضوع بعد تلاوته وموافقتي على محضر اقواله رفض التوقيع دون تعليل السبب. يعني تصوروا معايا كيف قريت لكم هو كيعترف يعني انا كتصنت ليه وكنعترف علاش غنمشي للخير وما غنسينيش وانا اللي كنعترف بحال انا كنقول لك كتب كيف كندير دابا انا يعني كنتحمل المسؤوليه ديالي كنقول لك اكتب كتبتي لي داكشي الاقوال ديالي علاش اللي ما كنوقعهاش ومالو وقع المحضر الاول ديال فرقه مكافحه الجريمه ها هو وعلاش هذا المحضر ديالكم كيف كتقولوا نتوما في هذا المحضر وها هو دون توقيع دون توقيع اذا ياك اعترف لكم هذا السيد ملي هو معترف فين كاين المشكل ما غيوقعش لا ما عندوش مشكل نهائيا اذا المشكل هما نتوما مالين هاد الجريمه المنظمه نضيف الى علمكم اولا ان درس بوطراده حسب ما توصلنا به عموما ما لقاوش عنده قطعه ديال المخدر الشيره اولا دي من جهه هاد الفرقه ديال مكافحه المخدرات تعداو عليه ضربا واعتداء مقابل التوقع ما بغاش يوقع عليهم هادي من جهه اخرى من جهه اخرى شو باش ناكدوا التواطؤ ديالهم البين هنا كيهضروا هذه الصفحة 5 راه باقي واحد الخلل اخر غنوري لكم في هذه الصفحة 5 شوش كيديروا باش كيزكيو يعني الله سبحانه وتعالى كيغفر الذنوب هاد الناس ما كيغفروش حاطين لي الصوابق ديالو كاملة العدلية اللي عنده وجابدين واحد الصوابق ديال بتاريخ 13/11/1997 يعني و 29/6/2018/1/2002 و 11/2/2004 و 12/12/2012 و التماثل ديال 97 جابدينو واش ما كتغفروش ما كترحموش نتوما وخا بنادم كيدوز الحبس ما كترحموش علاش ما كنحطيتونا هاد الصوابق هنا بغيتو توصفوا الناس اللي متابعين القضيه ديالو او الناس اللي غيوصلوا لهاد المذكره بان هذا مجرم خطير هذا هو المفهوم اللي بغيتو توصلوا لنا بالصوابق في حين ان الاعتقال ديالو الاخير كما تبع الراي العام على خلفيه تدوينه دعا لها امام مقر البرلمان ردا على خطاب الملك الذي وصف المداويه كما قال هو بالسلبيين والعدميين يعني هنا تصور معايا كي اصبح هو تاجر المخدرات كيحكموا عليه باسم الملك سنه سجن نافذه اذا دابا دريس بوطر هذا بزناز للمره الثانيه بزناز واخ عز الحمر كتبزناز انا بزنس شكون هو المسؤول على كتامة المسؤول الرئيسي شكون المستفيد من كتامة ومن التهريب ومن المخدرات ومن المعاش في هذه البلاد شكون تجيو وتدفقوا لنا توام انا راه ماشي درتوا لي بحال ما دخلتوا لي الدار تهديتوا لي وديتوا لي للحبس جبتوا من جيوبكم وصيفطتوا لي للحبس وتحكموا لنا باسم الملك ما حرامش من جهه الله ما تخافوش الله ما على بالكمش انكم غادي تموتوا ما كايناش هذه الفكره هذه نهائيا كتجهلوها اوكي إذن بهذه المناسبة الإخوان كيف شفتوا معايا في هذا المحضر اللي هو يعني كيثبت التورط ديالهم أولا كما قال أحد المحامين في أحد التدوينات ديالو قال لهم كيستغرب كيفاش كيتحول من تهمة يعني ديال جريمة إلكترونية إلى تهمة الإتجار في المخدرات وكيتحكم بالإتجار في المخدرات بناء الإعتقال على خلفية التدوينة يعني هاد الناس وانا غنأكد لكم بانه هو اصلا معتقل سواء بلا تدوينه او بتدوينه بيان الحراسه النظريه
نشير انه نظرا لضروره البحث والتقدم فقد تم وضع المعني بالامر تحت تدابير الحراسه النظريه ابتداء من يوم 3/8/2018 على الساعه 5 يعني 5 قد ديروه تحت الحراسه النظريه. تبعوا معايا مزيان الاخوان، 5 قد ديروه تحت الحراسه النظريه وتصوروا معايا. هما هنا كيقولوا لك ال 45 دقيقه اللي كيتصنتوا لي في المحضر ديال مكافحه الجريمه، يعني 45 دقيقه فين مشات؟ هذا سؤال يعني كياكد انه سيوضع تحت الحراسه النظريه سواء بمحضر او بلا محضر، غيكون تحت الحراسه النظريه، غيتابع في حاله اعتقال، احب من احب وكره من كره. والدليل على ذلك 45 دقيقه عباد الله، كاين تناقض في هذا المحضر في 45 دقيقه. شوفوا كيفاش تعدلوها، كيفاش تصاوبوها، كيفاش توجهونا ثاني. اذا بالمناسبه كما قلنا الاخ ادريس بوطراد مناضل حركه 20 فبراير موقع الرباط، يعني السنة السجن النافذه بتهم ان بتهم تجاره المخدرات، يعني لا لشيء الا من اجل انتقاده للملك واخره تدوينه التي دعا فيها لمسيره مليونيه. يعني لو كنا حنا في واحد الدوله ديال الحق والقانون ودوله كتامن بحريه الراي وكتامن بحريه التعبير، فكانوا يخليوا هذاك السيد نهار هذيك نهار لضت لداعي في تدوينه، نشوفوا كم عدد الناس اللي غادا تنزل مثلا باش تجي تعتقل ودير لي مخدرات وتهبطوا للحبس وبزناز وربي. مالكم علاش الملك علاش ما تحطش راسك انت تنصب راسك طرف مدني بان هذا السيد راه دعا للمسيره مليونيه ضدي ومن حقي نتابعو الى اخره؟ علاش المخدرات وعلاش عايز الحين مركز تاقضية الملك المخدرات؟ يعني علاش كتوصلوا لنا وتحكموا عنا باسم الملك؟ ما حرامش، واش محسوباش؟ ما كتخافوش الله؟ خليتو السيد دابا لا حول ولا قوة الا بالله، كاري وليداتو كيعانيو، يعني ديجا ندوو تاني راه ميت لي واحد الوليد في عمره 9 سنين مات خدا لاسيرونس كتعوضو بشي 2 مليون وشي حاجة، يعني تصور ولدك مات ضرباش في الطوموبيل كيعطيوه 2 مليون وشي حاجة، يعني هذا انتقام مقصود. اش بقى لهم بعد ما مات لي ولدو الى اخره؟ بقى لهم السجون راه ما كيعذبو في هذا السيد الداخل من سجن العرجات واحد الى سجن العرجات جوج. وانا وغنسمعوا القادم تو واش غادي يقول لنا. اذا الاخوان في المحاكمه ديال ادريس بوطراده، محاكمه صوريه، محاكمه سياسيه، محاكمه هاتفيه لا غير، خصوصا انه انتقد اعلى سلطه في البلاد الذي هو الملك. ومحاكمه عزيز الحامر وطريق في محاكمه صوريه، والدليل على ذلك الفيديوهات شاهده في التاريخ. يعني شنو نتوما صح باغي تغطيو الشمس بالغربال، صح نتوما بزنازه، الا كنا حنا بزنازه كنقول لكم من هو اذا المسؤول الاول على المخدرات وعلى الترويج وعلى ما عرفتش شنو في هذه البلاد، خصوصا كتامة يجب محاسبته. الا كنا حنا تجار المخدرات ماشي فاضحي الفساد او مراسل اعلامي او الى غير ذلك، فيجب محاسبه العقل المدبر المستفيد من المخدرات من تنامي المخدرات في المغرب. يعني هنا الصوره واضحه، اما باش تجي تحكم عليا باسم الملك حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هنا راه الجريمه منظمه، راه كل شيء مواطئ فيها، راه ماك بدون استثناء، يعني ما غنحيدوا حتى واحد من الفوق حتى لتحت، كل شيء مواطئ. هاد الناس زعجونا خصهم يدخلوا بالتجاره، علاش كيدخلوا بالتجاره؟ علاش التجاره؟ باش كيوسخوا لهم الملفات ديالهم على اساس انه اذا كانت عنده شي حاجه اللي شي وظيفه او الى غير ذلك، هذاك راه بزناز. مع العلم ان البزناز هو اللي لفق عليك التهم وهو اللي حكم وهو المامور، هذا هو البزناز الرئيسي. باش انا غنعبر على رايي وضربني بزناز، اش من دوله كتهضروا عليها نتوما؟ اذا من هذا المنبر هذا الصوره واضحه. يعني عندنا اليوم كما قلنا بالدار البيضاء عندنا وفاه ديال سجين بسجن على البرجه، يعني راه دار امر الله اللي عالم بهم، راه لا حول ولا قوه الا بالله. دخل مسكين ان عام صعيب الله ما خرجش من الحبس، يعني الداخل مفقود والخارج مولوب من السجون، وبلا ما ندوي على القفه اللي رفعتو على المساجين، وندوي على الاكتظاظ، وندوي على الاهمال اللي كيعيشوه المعتقلين داخل السجون، يعني لا حول ولا قوه. ونتحداوكم من هذا المنبر اللي كنت فيكم ذره ديال ان دوله ديال الحق والقانون هي سجونكم، هاي تعبر كيف قال العادل البداحي الله يطلق سراحه في هذا النار، قال لكم الدوله اللي بغيتي تعرف واش دوله ديال المؤسسه تشوف السجون ديالها كيفاش كيعاملوا المعتقلين. اذا فعادل بدا حمول هذه المقوله، في السجن اليوم يعاني هو الاخر من اهمال طبي من طرف المسؤولين ديال هذه المؤسسه. اذا هذ المسؤولين ديال المؤسسه هذا الاهمال وهذا الشيء اللي كيمارسوا على عادل بدا حي راه ماشي غير يعني بنادم غير من راسه كيمارس هذا الشيء، لا راه هناك تعليمات، راه الشيء ماشي غير هكاك،
هناك تعليمات فوقيه، هذوك غير عباد مامورين تنفيذ الجريمه فقط لا غير. علاش؟ وهذه القضيه باش نعموا عادل البداحي او عزيزه او طارق او دريس بوطراده او باقي المعتقلين الاحرار، راه الغايه من الاعتقال ديالهم وهو تكميم باقي الشعب المغربي، تكميم افواه باقي الشعب المغربي. علاش باش يقولوا اش بدل الملك شيش داروا لي ردوه بزناز، راه داو الحبس حكموا عليه بعامين، واسكت اخويا دابا يردونا بزنازه. هذه اللغه اللي بغيو يوصلوا لنا هذوك الامنيين، حتى هما اللي دخلوا لهذه المساله، هاد الامنيين اللي حتى هما تعرضوا لواحد التعسفات من بعد التصريحات ديالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني تصوروا معايا جهاز ديال الامن عباد الله، يعني كيف استغرب من امن غيجبد المخدرات ودخلني للحبس، جهاز ديال الامن عباد الله كيخرج عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكيعبر على الحيف والظلم اللي كيتعرض ليه، ومن اللي كيعبر كيدان مره اخرى. اذا ما هو المصير ديال الناس؟ اذا فهذه رساله لجميع الامنيين وجميع الناس الاحرار اللي عندهم غير على هذه البلاد، راكم ملي كتخرجوا للشوارع وكتقمعوا، راه كتقمعوا ولاد الشعب، راكم ملي كتعمروا شي محضر ظلما وعدوانا لشي واحد راه هو للشعب. يعني من المفروض يكون خوك، من المفروض تكون امك، يكون باك، يكون اي واحد اللي عمرتي لذاك المحضر، وملي كتضربوا راه من المفروض يكون امك، يكون باك، وكتضربوا. يعني اليوم راه هذه رساله انكم باش تعاودوا وراكم، راه دوله فاسده، راه ما كاينش شي حاجه اللي كتفرح عندنا في هذه البلاد هذه الا النهب، النهب، سرقه الثروات، تهريب الاموال، صافي هادشي اللي عندنا. ما عندناش شي حاجه اخرى غادي نتاملوا بها وغنقولوا كاين المستقبل ديال الابناء ديالنا ولا توليداتنا خرجوا يعبروا في الشارع لديك الساعه اللي زاد هذاك المحكوم عليه، خرجوا كالوا العصا. يعني هنا صافي ستوب. يعني الرساله ديالكم انتم وصلت رساله اجراميه. اذا من هذا المنبر هذا انا كندين، انا اليوم بحكم يعني انا راه انا بشر، انا عيني انا لا حول ولا قوه الا بالله لي، يعني انا بشر بحالي بحالكم، كنقول للناس اللي كيدعوا حقوقيين وكيدعوا منظمات وكيدعوا هادشي، ما محلكم من الاعراب. اليوم راه يعني انا غنخصو غندوي على الدار البيضاء، راه عندنا سجين اليوم متعتقل، عندنا عندنا سيده عباد الله يعني حرمه كتعتقل بتهم ملفقه كتصبح تاجره المخدرات وكيحكموا عليها بسنه سجن النافذه. اين انتم؟ وما هو محلكم من الاعراب؟ واين محاميكم وما تدعون؟ كذوب نفاق لا غير، كتخدموا المصالح ديالكم الشخصيه، واي ملف كتدخلوا عليه غالبا كتدخلوا باش كترفعوا النيفو ديال التسليم الرشاوي باش تطمسوا الملفات، وخيروا دليل هو الصمت ديالكم اليوم. اذا الى عادل البداحي، انا عارف بان عادل البداحي كان مضايق واحد العداد هنا في الدار البيضاء، انا عارف اعتقال عادل البداحي كان يعني كيخلي واحد، خلى واحد الاسباس لواحد العدد ديال المرتزقه وديال اللي كيدعوا حقوقيين والى غير ذلك. اذا تهنيتوا منه اليوم ياك، عارفين غادي يخرج ثاني غادي يصدعكم والى غير ذلك. اذا من المنبر هذا كنقول لكم راكم كتحملوا المسؤوليه في هذا الشيء، والتاريخ راه ما كيرحم. بحال انا اليوم انا ما جيتش اصلا على اساس باش عندي مثلا ادسونس غنتخلص فيه ولا ما عندي والو، جيت باش نسجل التاريخ لا غير، جيت باش نقول لكم الواقع ديالكم، هذاك الشيء اللي ما بغاش يقولوا واحد قرو يقولوا، جيت باش نقولوا لكم. و ما عرفتش نقول لكم غتفتحوا معنا تحقيق، ما تقدروش، ما تقدروش، وفتحتوا معنا قيامه ديال التحقيقات، اشنو درتوا بديتوها دفنتوها صافي. رب ما عمرني وقفت امام الدوله المغربيه، يعني واش انا ما واش انا ما عمرني غنتظلم زعما كانت انا تظلمت، ما عمرني وقفت قدام الدوله ديالكم عباد الله وخديت شي حكم يعني الصالح ديالي وانا مظلوم بما ما كاينش نهائيا. ما عمرني قدمت لكم شي ادله وبديتوا فيها، ما عمرني يعني لا كاين غير القمع وكاين غير السجون. يعني هذا ان دل عن شيء فهو يعني صافي، راه كافه، راه عدد المعتقلين في الريف وعدد المعتقلين ديال جراده راه صافي، راه عبروا على الصوره الحقيقيه ديالكم في الدوله هذه كافه. عندنا ثاني الطفل عباد الله اللي كناشد جميع الاخوان اللي داخلين اللي كيشاهدوا اللايف هنا، انهم الطفل ديال عبد المونس عقر اللي لا حول ولا قوة إلا بالله، هذيك الأم حيلتها لواحد معتقل وواحد مدهوس، وهذاك اللي معتقل راه المصير ديالو مربوط بهذاك اللي مدهوس اللي كيعيش بنصف. بغيت نقول لكم الإخوان بأن عبد المونس عقر اليوم راه كي يعني التغذية الغداء ديالو، هذا السيد عنده 100 غرام حتى 150 غرام في النهار باش كيشرب الدواء. يعني هاد 100 غرام أو 150 هذه عنده وجبة واحدة في النهار، وجبة واحدة في النهار مرفوقة بالآلام ليلا ونهارا. يعني السيد عنده نصف واحد دهسوا عباد الله، يعني ما فهمتش هذا اللي دهس عبد المولى باقي بيناتنا كيعيش، وعبد المولى كيعيش نصف واحد وكياكل 100 غرام او 150 غرام وكيشرب الضوء عباد الله. وكيفاش عبد المولى غادي يعيش معكم في انتم قتاله وباقي عايش معنا القاتل، يعني اللي دهس السيد هذا اللي حرمه من المستقبل ديالو من الحلم ديالو،
كيعيش معنا دابا حاليا، واللي قتل عماد العتابي كيعيش معنا حاليا. اذا نحن امام قتله، حنا لسنا امام ناس كيحميونا في هذه البلاد او ناس باغي الخير لهذه البلاد. عندكم مصالح ديالكم الشخصيه لا غير، هي اللي عندكم. اذا راه كنقول لكم راه صافي، راه الشعب المغربي راه بالغ السيل والذوب، راه حبس ديالكم عمرو باقي كتبنيو، ما قنعتوش ما قنعتوش. اذا من المنبر فالمسؤوليه اليوم على عاتقهم فرض فرض، خصوصا الحقوقيين، خصوصا الحقوقيين والهيئات الحقوقيه. اما الاعلام تهو واضح الا من رحم ربي، وفي نفس الوقت راني ما كنعممش، راه دوك اللي كاينين كاين على رؤوس الاصابع. اما ما تبقى كل مخزني كلش شفار كلشي كلب، ما فيش الصوره ديال، ما فيش حس ديال الانسان. لو كان في حس ديال الانسان غيقدر المسؤوليه، غيقدر انه مسؤول على واحد الملف او في الذمه ديال واحد الملف. يعني راه ملي كنقولوا ما وقفتوا مع عزيزه، ما وقفتوا مع طارق، ما وقفتوا مع دريس بوطاده، ما وقفتوا مع عادي بزاف، من انتم؟ شكون انتم؟ اش غتعطوني انا ملي غندخل غتخسر عليا؟ والو والو، صافي كتهنوا منا باش توصلوا للمصالح ديالكم الشخصيه لا غير، واي ملف كتجيو غير باش تركبوا عليه. هادشي راه واضح، واللي نعرفوا راجل وكداعش هيئه حقوقيه الشارع، دار الشارع صافي، بالغ السير والزوبه. كما قلنا الناس ديال الناس ديال باقي المدن الحراكات كينتظروا الحركه ديال الدار البيضاء بفارغ الصبر. قائد حركه الدار البيضاء هو كيعاني مرضا واهمالا، اهمال طبي في السجن هذا بعد المعاناه وبعد الحصار يعني صافي كفى بركه. غادي نشوفوا، غنعطيو واحد المداخله الاخوان الام عبد المولى كتب لي معنا على الخط، ماشي لا حول ولا قوه الا بالله. كنتظروا دخول الاخت نجاش، لان هذه المراه هذه لا حول ولا قوه الا بالله. يعني كيف كتشوف امراه يعني بالف رجل، ايا في الرباط، ايا في جداده، ايا في وجده، ايا في اصلاحيه، هاي في المستشفى حدا ولدها. يعني بعد ما كتكون في محاله وحده وليداتها وجامعه وحدها، صباح عندها باياس في المستشفى كتبقى مقابله واحد عايش بنص، عايش بنص عيب الله. حنا هيك الاحكام اللي صادره في حق المعتقلين ديال جراده، واش هذا هو البديل الاقتصادي؟ اش قدمتوا لنا للريف؟ اش قدمتوا لجراده؟ اكنا في دوله ديال الحق والقانون، ولا دوك المسؤول دوك الامناء ديالكم اللي خرجوا وصفوا الريف بانفصالك وراه في السجون؟ وكنا في دوله ديال الحق والقانون بخصوص عبد المولى، كان من المفروض ان رئيس الحكومه على الاقل يقدم الاستقاله ديالو، كان من المفروض ان وزير الداخليه يكون في السجن، كان من المفروض ان العامل والقيد اللي عطاو الاوامر ديال الداس كان يكون في السجن. اذا نخليو الكلمة لنجاة المحجوبة أم عبد المولى اللي كتعاني النارين. سلام أخت نجاة. السلام عليكم أخي عدلاني، كدير لاباس عليك؟ سلام وتحية الإخوان كاملين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هادشي اللي كنشوفو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دابا أنا كنشوف، كنتبع اللايفات تاع الإخوان، كنشوف وكنعمم وكنبغي نفسر وكنبغي نحلل، ولكن اللي كيبان ليا ما فهمتش انايا هاد الناس، هاد الدوله، هاد الناس اللي كيحكمونا وهاد الاخر. انا كنشوف على الاقل هاد الناس اللي كيهضروا مع هادوك عندهم كيعطيهم عبد المولى، شنو هو الذنب ديالو؟ واش حتى هو كان تاجر مخدرات؟ واش حتى هو كان في الحيره كان كيبيع الحشيش؟ انا ما فهمتش هاد الناس هادو، وما فهمتش فين راك هذا كما سبق لك قلتي، فين هو هاد الانسان اللي هو ثابت عليه الجريمه اللي دهص ليا ولدي اللي قتلو نصف عايش ونصف حي؟ علاش هذاك ما تعتقلش؟ انا براسي كنبقى قبل ما نسمع هادشي دائما كنبقى نخمم فيه، علاش حنا حقنا بالضبط ما تعطاش لينا؟ علاش هاد الناس كيدمرونا وما تعطاش لينا هاد الحق؟ شكون هما هاد الناس اللي كيحكموا فينا؟ شكون هما هاد الناس اللي كتعطى لهم كيعطيو هاد الاوامر ديالهم؟ ما فهمتش، انا بغيت غير نفهم، ولحد الساعه مازال ما فهمتش. حنا حقنا ضايع، ولدي كيعيش لا حول ولا قوه الا بالله، كما دائما راني كنهضر، دائما كيتفرجوا في اللايفات ديالي، دائما كيشوفوني، ولكن لحد الساعه لا حياه لمن تنادي. انا ما معتبرينيش وما معتبرينش الابن ديالي، رغم ان هنايا رحنا في سجن. هنا الطبيب كما تبعتو وكما كتشوفوا راه ما كاين والو، عبد المولى ما كيدير لا ترويض لا والو، يوميا جالس بين ربعه الحيطان.
شنو هو بالضبط هذه الحياة اللي حنا كان في راه حقي أنايا، هاد الناس اللي لو خدنا جات كيتنافسوا كيدعوا باسم الحق والقانون، وكل واحد كيعطيو له تهمة، كل واحد حنا شنو هي التهمة اللي غيعطيو ليا أنا، اللي غيعطيو ليا أنا تهمة حيت شنو غيعطيو ليا؟ أنا كنشوف هاد الشيء اللي كنشوفه، اللهم هذا منكر. انا دائما علاش هاد الناس ما اعتقلوش هاد، على الاقل على الاقل ابسط حاجه، علاش ما اعتقلوش هاد السيد اللي دهس ليا ولدي، اللي دمر ليا الحياه ديال ولدي، وما بالك بالناس اللي عطاو الاوامر؟ فين راه فتح التحقيق؟ علاش هادوك ما كيفتحوش معاهم التحقيقات؟ علاش هادوك ما كيطبقوش عليهم القانون؟ واش القانون كيطبق غير على الناس، على الانسان اللي كيهضر على حقه؟ يعني حتى انا راه باقي كيتسناني كتسناني نوبتي، حيت انا كنهضر على حق وليداتي اللي شردوهم ليا وشردوني، انا تواليت انا كيعطي كنستنى منهم شي مصير اللي هو جاهل. انا من هنا علاش ما فتحوش انا صحيح. تحقيق؟ انا وصمة عار على المغاربه، انا كنعطيها لهم من هذا المنبر هذا، كنقول لهم عبد المولى راه وصمة عار على المغاربه كاملين، لان حتى شي واحد فيهم لحد الساعه مازال ما دارش شي حاجه اللي هي غادي تشفي الغليل ديالي انا كأم، وكه الطفل اللي هو بارئ. يقدر يكون دائما كنقول لهم راه يقدر يكون ولدك انت وولدي هي وولد اي واحد، لان في هذا المغرب لا تستغرب كما كيقولوا الاخرين، في هذا المغرب راه كلشي كتستناه، كلشي كتنتظره في اي لحظه غتكون ليك. او ما ناس كيخرجوا، اطفال خرجوا كيعيطوا غير على الساعه اللي اعتقلوه حتى هما، راه اعتقلوهم واللي دمروهم راهم حتى هما حبسوهم، واللي وقفوا ضيعوا لهم المستقبل ديالهم. اش من حياه، اش من مغرب، اش من حق، اش من قانون كنهضروا عليه؟ راه ما كاينش اخت قياس نجاة، بغيت كامل. اخت عفوا نجاة بغيت نسولك واحد السؤال. عبد المولى دابا شحال من الوجبة عنده في النهار؟ شحال كياكل هاد الدري في النهار؟ وشنو الدواء اللي عنده؟ واش غادي نقول لك اخي، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عبد المولى دائما راه السونتر كامل عارف وكيشوف هاد الحالات تاع عبد المولى. عنده وجبه يا اخي وحده، ما كيفطرش، ما كيتغداش، وما كيتعشاش، عنده وجبه وحده ما بين العشاء وما بين مع المغرب، صافي وجبه وحده. وشنو هي هاد الوجبه وحده؟ ماشي هذيك الوجبه اللي كناكلو حنايا، ولا وجبه وحده يعني بسيطه غير اللي وجبة شتي عادية. ديك الخبيزه نتاع درهم ديك صغيره، وهذيك كياخذ منها غير طريف، غير نص ديالها صافي. اما الدواء راه ما بالك بالدواء، انا كنحاول ما امكن، واخا كيكون الحريق شحال مره كضروا لي ستوما، كضروا كرشوم، اللي كيجيو كيسولوني واش كلا، كنقول لها ما كلاش. قلت لك اختي راه لي ستوما كضروا حيت ما واكلش، كي غندير انا نوكله الحاله النفسيه؟ شكون هو هاد الدكتور الحاله النفسيه اللي غيجي يخرج لي ولدي انا على الاقل غير بهاد الحاله؟ فين هو هاد الطبيب؟ فين هو حق هاد الابن في التطبيب؟ فين هو هاد الحق في العلاج؟ فين هو هاد الحق اللي مستقبل ديالو دابا عامين تاع القرايه هي مشات؟ فين هو فين هو علاش ما ضمنوليش حقه؟ علاش ما عطاوهش علاج ديالو؟ حقه في العلاج، حقه في التطبيب، حقه في، ما كاينش يا اخي. انا دابا جوج تاع الوليدات مضيعينهم، واحده راهم مسدينه والثانيه هو، فعلاش ما خلاوش هاد الوليدات يمشيو يقراو، الاخر يمشي يقرا قرايته، هذا علاش ما ضمنولوش المستقبل ديالو؟ علاش ما حاولوش يعالجوه؟ علاش ما حاولوش يخرجوه من هاد الشيء اللي راه فيه؟ هاد الشيء كتبوا الله علينا وما فهمتش والله يا اخي، راه لا حول ولا قوه الا بالله. واخا حتى نهضر، واخا حتى نعبر، انا كنبقى دائما نفكر، ما يعني راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دائما كل سبت كما كيتبعوا الاخوان معايا، كل سبت كنحاول ندير لايف، كل سبت كنحاول نعطيهم باش يديروا معايا حل، كل سبت كنتظر، ولكن لحد الساعه لا حياه لمن تنادي، ما على بالهمش عيطي ولا بكي ولا موتي، كاع ماشي شغلهم هما، كاع هادشي كامل. او هاد السيد اللي كتبع لي راني كنشوف دابا في هاد الشيء نتاع الفيسبوك، مسكين كان في السجن، هو مات، داوه للطبيب. حنا راه حتى انا يقدر، انا دابا في هادشي اللي كنشوف راه كنقدر، حتى انا كنشوف كيسناو حتى هاد الابن، راه عطيوني هاد المده، حتى هاد والله الابن هاد والله اللي الأخت، توفى ولا الله اعلم شنو غيصرى ليه، هو والله صافي انا بينا لسان. والله الأخت نجات، يعني الإخوة اللي كيتبعوا معايا، الأخت ديالو في الصباح، يعني شو، لا حول ولا قوة إلا بالله. أول مكالمة كتسمع، كتحل الخط كتسمع خويا قتلوه، كتبكي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما فيكم اجل صباح نور اجل نتاعو. اجل اخي، تا انا ولدي راه مؤقتلين، واش انا ولدي مخلينا عايش؟ تا انا ولدي كان مسكين، صحة سلامة، كان يتمشى مسكين، كان الهوا ديالو كان يجري، كان يلعب الحلم ديالو هو كرة القدم، كان يتمشى، جاو عطبوه دمروه، قتلوا له نصف ديالو، ونص راه باقي عايش، راه كيتسناو تا داك النصف، حتى هو ربما حتى هو يديروا له شي حل، حتى هو يساليو معاه وصافي، ومرضنا ما عنده باس.
صافي هذا هو اللي كاين. ولكن انا من هذا المنبر ما كرهتش هاد الناس اللي كيتفرجوا فيا، هاد الناس بالضبط الاحرار، انا دائما كنعيط على الاحرار والحرائر، ما كرهتهمش يديروا شي حاجه على عبد المولى، ماشي يقولوا لي غير تضامن تضامن اخيره، ما كي ماشي هو اللي غيشفي الغليل ديالي، ماشي هو اللي غيشفي لي عبد المولى، هذيك تكتب لي التضامن، كتب شي حاجه على عبد المولى اللي غتفيق، اللي غت شي عاوني بشي حاجه اللي تخليني نقد هاد الحياه اللي الله سبحانه وتعالى باقي مقسم لها في العيش. لان كنقول لهم من هنا راه الله سبحانه وتعالى هو اللي كيحكم في الاعمار، اي حاجه درتها ندير داكشي اللي عليا وربي سبحانه وتعالى هو اللي غيكمل. انا ما عرفش القضيه تاع عبد المولى علاش حتى واحد بالضبط، حتى شي واحد ما قدر يتدخل في القضيه تاع عبد المولى، شكون هو هذا عبد المولى؟ ما فهمتش انا هاد الناس علاش كل واحد كتهضر معاه، سواء أخت نجاة، جمعيات سواء حقوقيين كتهضر معاه كتقول له عبد المولى، ها شكون كيوقف كيهز يدي؟ ما عرفتش انا يا ما والله لحد الساعه انا كنشوف ما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الأخت نجاة واحد الأخ، أنا قال لك بغيت نعرف واش هذا اللي دهس عبد المولى كينعس مرتاح. الأخ هذا اللي دهس عبد المولى، يعني كنقولوا شاد الضبولة، غادي يصيك قاصدو باش يدخل فيه، يعني داز فوق بشار، يعني هو غادي يصيك ويحس بالعظوم من تحت كدوز عليه من الرويد، يعني هذا ما عندوش ضمير، هذا ما كيفاش هذا غينعس، لأن أصلا الضمير ديالو بعدا ما ساحش، كان ضميره ساحي كان عنده الضمير، ما قدم غيمشيش راسه ما ولا يدير غيمشيش شي في حاجة ولا الاتجاه نتاع، هذيك ما الساعة غيمشيش غير في وقف، الاتجاه نتاع الاطفال نتاع ما الناس كان اللي عنده قدامه ضمير من ويقول دهسه غير وقف. ما يوقف كما كيقول هو مسكين، فاش ديك اللحظه اللي كيقول لك انا كنشوف فيها انا كيصحاب ليا غيوقف، راه غيضربني ولا غيحيدني بالطريق ولا راه غيهزني غيعتقلني ولا ما كيعرف، ما كيتصورش بان واحد السيد اللي هو خلقه الله وعنده ضمير ولا هذاك راه حاشاكم الحيوان فضل به، هذاك راه ماشي انسان، حنا ما كنهضروش عليه كانسان، حنا كنهضروه حتى الحيوان ما غنعطيولوش الصفه ديالو، هذاك ماشي بشر ماشي انسان ماشي حتى الحيوان، راه ما كيدوش في الانسان، ما يمكنش هذا الانسان راه لا ضمير له ولا راه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما عرفتش هذوك الناس بعدا منين هما، أنت دابا كنشوفوا حنا هاد الناس تاع فرنسا واش داروا لهم هاد الشيء هذا اللي داروا للناس تاع الريف وداروا للناس تاع جراطة منهم ولدي، ما داروا لهمش هاد الكارثة اللي دايرينهم حنا، حنا كتشوف غير الناس كيعيطوا، واحد حقوقي واحد جمعية ديال حقوق الإنسان واحد في راهي أنا هاد الجمعية تاع حقوق الإنسان لأن لحد الساعة باقي ما وقفتش مع ولدي، في راه هاد جمعية الطفولة اللي باقي ما وقفتش مع ولدي، واش انا ولدي ماشي طفل؟ بزاف انت الحوايج هاد الناس انا كنادي عليهم دائما كنقول لهم فين راكم؟ دائما انا كنبقى كنفكر مع راسي علاش هاد القضيه نتاع عبد المولى لحد الساعه غامضه؟ علاش شكون هو هاد عبد المولى؟ علاش هاد عبد المولى ما دارولوش حل؟ علاش هاد عبد المولى ما عطاوش حقه في العلاج؟ علاش هاد عبد المولى ما عطاولوش التقرير الصحي ديالو باش غير نخرج نعالجو؟ حتى الا ما قدروش هما يدفعوا الفلوس كاين الناس الله يجازيهم بخير اللي كيتواصلوا معايا خارج البلاد باش يعاونوني ويساعدوا ولدي ويديوه يتعالج، علاش؟ انا من هذا المنبر دائما راه كنحملهم المسؤوليه سواء من هذا المنبر ولا من اي كانت اي لايف ولا كانت اي اخي شي وقفه ولا شي ندوه ولا كنمشي نحضر ليها، علاش؟ حيت كنبغي نوصل، ربما نلقى شي ضمير حي، ربما نلقى شي رجوله بمعنى الكلمه يوقفوا معايا ويعالجوا ليا ولدي. ما فهمتش انا علاش هاد القضيه نتاع عبد المولى كتشوف الناس كيبيعوا الحشيش، كتشوف الناس كيديروا كوارث كبار وكيلقاو ليهم حل، علاش انا ولدي مدمر وما لقيا ليهش الحل؟ ما فهمتش انا هاد القضيه تاع عبد المولى علاش هكذا؟ واش هاد الناس دايرين فيه شي كارثه اللي هي اكبر من هاد الشيء اللي كنفكر فيها انا واللي شايفها انا وشايفها العالم؟ ما بغاوش يعطيو لي التقرير الصحي نتاع ولدي، ما شوف عرفتش انا، راه لا الاخت حول ولا نجات، قوه الا بالله. الاخت نجات، حنا فوق من هادشي كامل، حنا ما شوف خويا عالجوا غير عبد المولى، ما بغينا حتى حاجه من الاخر، عالجوا داك الوليد اللي عنده غير نص، يعني نص قتلتوه بقى عنده النص الفوقاني، عالجوا داك النصيص الله يرحم لكم الوالدين، راه ما بغينا منكم والو، عالجوا صاحبي كان اسيدي طول ما بغيت العلاج هنا، شتا انا حتى داك فتح التحقيق عطوه الوليد عارفهم يا صاحبي، اخي، ما غيديروش ليا شنو شي التحقيق في هاد لا البلاد هذا انا اسمه بغيتهم تحقيق؟ يعالجوا ليا غير ولدي، يعطيو غير حق ولدي باش يعيش، يضمنوا له غير المستقبل ديالو اللي انا دمروه، راه الصحه ديالو لو كانت تشوفيها راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا دائما واخا دايرين فيها الكوارث ودايرين فيها هادشي كنقول لهم بابي مفتوح، انا لحد الساعه كنتظر، انا كنتمنى لان راه الصبر ديالي راني كنبقى كنشوف كل نهار كنقول هذا النهار غادي نفاجر، هذا النهار راني غادي ندير شي حاجه، ولكن كنحاول ربما كما قال هذاك تشرق الشمس في واحد الصبحيه ويجيو يديروا لي حل ولدي لانهم هما دمروه،
انا ماشي كان ولدي كينقز وطاح، هو ما دمروه والفيديو وكل شيء، راه ما يحتاجش انا عاد نهضر، ما يحتاجش انا عاد نشرح لهاد الناس اللي شحال واحد كيقول لك شكون هو هاد عبد المولى. راه لا حول ولا قوه الا بالله، لا اجي وعالجوا لي ولدي، عطيوا لي التقرير الصحي نتاع ولدي نعالج ولدي. صافي هاد الشيء اللي كنطلب منهم، وطلقوا لي ولدي الاخر اللي حتى هو راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هاد الشيء ما كنطلب يا اخي، ما كنطلبش شي حاجه اللي هي مستحيله ولا شي حاجه اللي هي ماشي من حقي، ولا ما كنطلبش منهم يعطوني حقي في الثروه، ولا يعطوني في داك الشيء حقي في داك الشيء اللي كينهبوا، ولا في شيء. اعطوا لي اخويا غير نعالج ولدي، ولا عطيو لي التقرير الصحي نتاع ولدي وصافي، ونمشي نرتاح. انا واش نبقى دائما انا هكا عايشه في هاد الحياه؟ راه ماشي ممكن. راه الانسان الا كان ولده مريض، ولدك ولا ولدها الا كان مريض غير بالسخانه، راه ما راه كتبات معدم، ما بالك انا؟ ما كاينش الفرق لا بين الليل والنهار، دائما حنا هكذا. راه لا اله الا الله محمد رسول الله. إذا الأخت نجاة، نظرا لضيق الوقت، شنو الكلمة اللي بغيتي توجهي للمسؤولين؟ شنو كطلبي منهم في هذا البث، من خلال هذا البث هذا، شنو كطلبي من هذا المسؤولين هذا؟ انا يا اخي دائما كنقول لهم بابي مفتوح، انا عطيو لي يا اخي العلاج تاع ولدي، عطيو لي التقرير الصحي تاع ولدي، عالجوا عبد المولى، ديروه ولدكم، بدلوا له السميه، ديروا له، ديروا ولدكم، ودي ولدي عالجوا، عطيوه حقه في العلاج، عطيوه نصفوا لي يا ولدي. هذا الشيء اللي كنطلب، ما كنطلب منهم حتى شي حاجه. داك تفتح التحقيق، انا عارفه هما واخا كما قالوا الناس واخا يفتحوا تحقيق، لان كان غيفتحوا تحقيق النهار الاول كراهم اعتقلوا داك المجرم اللي ضيع لي ولدي، ولكن هذاك ان شاء الله عند الله سبحانه وتعالى راه تما غياخذ كل واحد غياخذ حسابه. ولكن انا هنا يا ولدي باقي عايش، اعطيه حقه باش يعيش، وعالجوا لي الابن ديالي. ومن هنا راه كنقول لهم دائما، راه كنحملهم المسؤوليه، حيت عبد المولى راه باقي عايش، ولكن عايش بنصف، عالجوا لي داك النصف اللي باقي، عالجوا لي ولدي، خلي ولدي يعيش بسلام. علاش شاديني هنايا؟ الا كان ما كانش غيعالجوا لي، يجيو يقتلوني لهنا لوليداتي وصافي، وها ومريضنا ما عنده باس وصافي، ورحنا مساليين. هذا هو الحل، يعالجوا لي ولدي ولا يقتلونا انا ووليداتي، جوج راه كل واحد فين دايرين، ويقتلونا اخي ويهنيوني. راه لا اله الا الله محمد رسول الله، باش تبقى تشوف دائما تعيش هذه الحياه هذه، راه ماشي سهل، راه ما يعاودها غير راه لا اله الا الله محمد رسول الله. راه السجن والقتل راه هو اللي انا بعد، انا راه الموت راه فضل ليا 100,000 مره باش نبقى نشوف انا ولدي دائما هكا كيتعذب قدامي، وانا ما لاقيه شنو ندير له، ما عارفاش كيفاش غادي ندير له. انا كنتمنى من الضمائر الحيه، دائما كنوجه لهم رساله، دائما كنوجه الرساله للضمائر الحيه باش يساعدوني باش نعالج ولدي، دائما كنوجه لهم رساله دائما، سواء كانوا صحفيين حقوقيين كيف ما بغاو يكونوا، مرحبا اهلا وسهلا، انا محتاجه للمساعده اخي، محتاجه لها بزاف، لان وليداتي كنشوف فيهم راه لا اله الا الله محمد رسول الله. ما عرفتش انا واش حيت مغربيه خلقني الله في هذه الارض السعيده، حيت مغربيه كيدمروني، ما عرفتش انا شنو درت ليهم. انا كنت عاديه ام ربت بيت، ما بيا ما عليا تحطوا لي هذه المصيبه على راسي، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. وكنشكركم لا اخي، إله إلا وكنشكر الله، الاحرار لا دائما، الاحرار إله كل الحرائر اللي تضامن أختي كاين. نجاة، كل تضامن أختي حتى شكرا النهاية اخي، إن شاء جزاك الله، الله خير الجزاء، الله يجيب شفاء من عنده أختي نجاة، الله شكرا يجيب شفاء اخي، من الله عنده. يجزاك بخير. أختي نجاة الكلام ممكن تقطع. الاخوان كيف شتو معانا المعاناه ديال الام عبد المولى فهي لا تنتهي، يعني اليوم بعد وفاه عماد العتيبي وعبد الحفيظ الحداد الى اخره، وبعد قتل النصف عبد المولى بقى غير النصف الفوقاني، فهم يتلذذون في معاناته امام صمت العار على معظم الهيئات السياسيه والحقوقيه والمنابر الاعلاميه. يعني فعبد المولى يعاني اليوم بصمت، يعني عبد المولى اليوم مسؤول جميع المغاربه. ابسط الايمان الاخوه اللي داخلين معنا اللايف، الله يجزيكم بخير، ابسط الايمان تقدر الدين يخرج يتعالج، يعني امانه في الدين، ما خصناهمش حتى يموت عاد شي يوم، لا غيتكفلوا بالدفن والى غير ذلك، هذاك الشيء كامل ما عندنا ما نديروا به. اذا حنا اليوم نتحملوا المسؤوليه ديالنا، نقوموا بالواجب، داك الشيء اللي قدرنا عليه غادي نقوموا به حتى يخرج هذا الوليد يتعالج، ما بغينا منهم حتى شي حاجه. واذا كان بالمقابل انكم تدونا للسجن وتدوا هذا الوليد يتعالج فمرحبا بكم، احنا مستعدين. سمعتيني، حنا مستعدين، غير عالجوا الوليد ما يضيعش هنا عندكم في هذه البلاد، في هذه الارض السعيده اللي اصبحت مقبره ديال الضحايا
وسجن الاحرار والشرفاء، راه لا حول ولا قوه الا بالله. يعني كيف تبعتوا معنا، راه اليوم وفاه سجين هامس عبد المولى كتغوتها، عز الحيم راه حاكمين عليها بالسنه، طارق السنتين، دريس بوطرا هذا راك شفتوا معايا المذكره ديالو كي دايره، ما صابر لا حول ولا قوه الا بالله. يعني راه بالغ السيل والزوبه اذا المرض من المباراه هذه، فراه كنحمل لكم مسؤوليه ثانيه، المسؤوليه ديال العادل البداحي ديال الاوضاع ديالو الصحيه، كنحمل لكم كامل المسؤوليه واي حاجه كتحملوا فيها المسؤوليه، لان داك السجن يعني راه دوينا عليه ودوينا عليه ودوينا عليه، راه هناك معاناه ديال المعتقلين تما، راه ماشي غير البداحي اللي كيعاني، راه مجموعه ديال المعتقلين اللي كتعاني. اذا من هذا المنبر حنا كنحملوا لكم المسؤوليه ديال عادل البداحي، لان عادل البداحي الاعتقال ديالو فهو اعتقال منظم، فهو اعتقال مخابراتي، فهو اعتقال جاء بعد خلفيه 11 احداث الريف، بعد زيارته للريف. يعني هذا الشيء كامل راه باين، شديتو 17 مليار، هبطتو الكرطومي، هبطتو عادل البداحي باش تطحوها في الدار البيضاء، وداك الشيء فهنيئا لكم، ولكن بلي بغيت نقول لك فتبا لكم من التاريخ، حضوا منا مزيان، التاريخ راه ما كيرحمش. اذا بهذه المناسبه كنطلبوا الاخوه اللي نحيوا جميع الاخوه اللي كيشاهدوا معنا هذا اللايف، سواء داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن، في الحريه تم الحريه لكافه المعتقلين، وكل ادانه للدوله ديال الحق والقانون لاداره السجون في وفاه كريم شرات صباح هذا اليوم بالسجن بهذا المستشفى، يعني في وضعيه مزريه، وكل الاذانه لهذه الاحكام المسخره اللي صدرت في حق جوله الشعب اللي مشردين. يعني حتى جيب مشروع ديال الملك كتشرد عباد الله، واللي دوا كتدخلوا الحبس وتحكم عليه باسم الملك، راه اللهم ان هذا منكر. الا كان الوضع سيبقى هذا هكذا كنقول لكم صافي حلوا لنا الحدود، ما بقيناش باغيين، واكيد انكم تحلوا الحدود، راكم بلا ما تحلوا الحدود وليتم مخدمين القرطاس، راه الدليل حياه رحمها الله، وداك القاصر حتى هو اللي ضربتوه، يعني الشعب صافي ولا هارب منكم، مابقاش حاملكم بهذا المفهوم هذا. يعني الا فتحتوا الحدود غتلقاو راسكم غير بوحدكم، ما تدخلش دوله تستعمركم، هذاك الشيء راه واضح. اذا من المنبر فكفى كفى كفى صافي بارك. بالنسبه للاخ اللي سول على رقم الحساب البنكي ديال الاخت نجاه والتليفون ديالها، خويا راه غير هذا البث مباشر كان كيتعلق بمجموعه ديال القضايا اللي رجعتي للبدايه ديالو غتفهم. بالنسبه للرقم التليفون ديالها او الحساب البنكي والفيسبوك ديالها، هو غير شويه غتلقى الفيديو اللي اللايف ديالها، غادي خذ اخويا التليفون ديالها وخذ اللي يقدر يدير شي حاجه مع موت عبد المولى ديالها. راه هاد المره دابا تصور حنا كنقطعوا هاد اللايف هذا، هاد المره بيت حدا ولدها كتعاني يعني ليلا ونهارا، لا حول ولا قوه الا بالله. اما الا كانت خارجه راه في الماء كيصوني التليفون كتقول صافي، يعني راه صافي كفى كفى، الجريمه ديالكم الدوله بلا ما تبقاو تضرقوا وتملقوا وتخباو، حنا عارفين البلاد ديالكم وداك الشيء اللي كطبخوا فيه كامل عارفينه. حنا اي واحد دوا قال الكلمه ديال الحق فهو انفصالي، كندافعوا على عبد المولى غدا ولا بعدو غنصبحوا انفصاليين، هذا الشيء عندنا عادي ما كيهمناش. اللي كيهمنا هو يخرج داك الوليد يتعالج، تلقوا خوه، يعني خوه ثلاثه المتهمين احرار، الا غادي تقول لنا تكوين عصابه اجراميه او تنظيم عصابه اجراميه، فمعظم يعني معظم متهميها احرار بما فيهم البالغ من السن والقاصر الاثنين، واحد خرج يعني فر من الاصلاحيه اليوم الثاني بعد اعتقالي او اليوم الثالث، اللي بقى مع خو عبد المولى مؤخرا افرج عنه. اذا شكون اللي بقى عبد الناصر زعيقر، علاش بقى عبد الناصر زعيقر؟ راه باين تيلقاو الحل ديال عبد المولى. اذا عبد المولى ثاني غتبقاو شادينو عندكم اسؤال ليك الدوله، ثاني غتبقاو شادين عبد المولى كيعيش بنصف، كياكل 100 غرام او 150 غرام في النهار، عنده وجبه ديال الغداء وعنده الدواء، ثاني غتبقاو شادينو في هذا الوضع هذا والالام، ثانيين تبقاو شادينو، تلقوا الدري تعالج، عندكم قادرين تعالجوه عالجوه، ما قادرينش تعالجوه خرجوا السيد، خرجوا السيد يتعالج، ماشي جوج الجرائم، داسوا وشادوا عندك تيموت وتنط تقول لي نتكفل بالدفن، كولو بارك صافي، راه كلشي واضح، الصورة راه واضحة، بلا ما نبقاو داوين، بلا ما نبقاو وها التاريخ بيناتنا وها الإعلام بيناتنا وها ما عرف شنو هو بيناتنا، بارك صافي، بلغ السيل والزوبة، بارك. شنو ذنبو هاد الوليد هذا؟ اش دار كاع؟ باقا الجاني يعني اللي داز فوق منه بالرويد ديالو كيدور بيناتنا كأن شيئا لم يقع. إذا كنقول لكم كنا في دولة ديمقراطية أو دولة تدعي أو دولة يعني تحترم حقوق الإنسان أو دولة يعني نظموها قوانين، كان من المفروض إقالة رئيس الحكومة، كان من المفروض اعتقال وزير الداخلية، لأن عاطي أمر تعليمات ديال الدهس وديال الجرائم القوة بهذا المفهوم، كان من المفروض اعتقال هذاك اللي دهس وراء القيد وراء رئيس الدائرة وراء العامل وراء هذه مسائل واضحة، هذه تتمشى مع القوانين الدولية، تتمشى مع الدول اللي عندها ديمقراطية، أما باش هو بقى كيدور وهو أمه وخوه في الحبس، يعني واش خوه دابا كيدوز، يعني واش خوه هو المجرم دابا، يعني هو اللي دهس عبد المولى، ما فهمنا والو، أمه حداه كتعاني،
راك صافي كفا، طغيتو بزاف، طغيتو بزاف، رديتو لنا داكشي اللي كنقراو عليه في التاريخ، رديتو لنا ليه. اذا من هذا المنبر في كل ادانه لهذه الجرائم الواقعه والمنظمه، راه ما هادشي اللي كديروا فيه لن يغير شيئا، يعني هذا القمع ديالكم وهاد المقاربه الامنيه وهاد الاحكام ديالكم راه لن تغير شيئا. ما يعني شنو كتزيدنا راه غير مزيدا من الصمود ومزيدا من الغضب، كتفجروا في الغضب ديالنا يوما بعد يوم. يعني صاي بارك كفا. اذا الاخوان كنظن ان الرساله ديالي وصلت. الموضوع راه كما قلت هو وفاة سجين بالسجن عائل البرجة كريم الشراط، اعتقال دريس بوطرا، هذا كيتبعتو معايا في النسخة. عادل البداحي يعاني إهمالا طبيا، خطير داخل المؤسسة السجنية، الأحكام الصادرة في حق عزيزة وطارق الطفل عبد المولى المهداوي، ضموا لي الملف ديال الريف، كنتحاول ما غايجيبوا البوعزات هذاك اللي دوا على مدفع ولا ما عرفتش علاش دوا، لا جايين كضموا الملف لا سامح وهربنا البوعزاتي، لا ياك نتوما دولة فين هرب لكم هذا البوعزاتي هذا؟ فين البوعزاتي؟ يعني كما قلنا وكيف شفتوا معايا في المذكرة ديال دريس بوطرادة، راه بحالو بحال هشام اللي ذاكرين له دريس بوطرادة، بحالو بحال هذاك خالد اللي ذكروا له البداحي، بحالو بحال يعني هادو كاملين ديولهم كيحطوا هاد الأسماء يعني باش يزجوا بالأحرار في السجون. يعني راه هو صحفي مدير ديال الجريده ماشي صحفي عادي، دخلوا كضروا لا حول ولا، اش كتقول لنا اش من دوله كتهضروا عليها نتوما؟ اين نحن من دوله المؤسسات ودوله الحق والقانون؟ الرساله راه وصلت. اذا كنحيي جميع الاخوه اللي كيتابعوا معنا هذا اللايف، كنحيي جميع الاخوه اللي كتضامنوا مع موت عبد المولى، خصوصا موت عبد المولى، لان علاش موت عبد المولى؟ لان عنده وليد شاده نص ماشي تا ولد عباد الله شاده، يعني لا حول ولا، يعني يرجو ربه وانتم. يعني احنا ما بغيناش نبقاو نشوفوا فيه حتى غدا ولا بعدو غيبداو يقولوا لنا لا راه تكفل فلان بالدفن و و اشي ديالكم قولوه. انا بغينا نتحملوا مسؤوليتنا اليوم، اللي يقدر يدير شي حاجه يديرها، اللي يقدر يمد الشريبه ديال الميت ديال المتعب المولى يديها، هذوك الناس راه صافي، واللي يقدر يتضامن مع عائله المعتقلين، اللي يقدر يتضامن مع عائله المعتقلين، يتضامن مع عائله المعتقلين سواء ماديا او معنويا، هذوك الناس راه لا حول ولا قوه الا بالله، خصوصا اسره دريس بوطرادق راه لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني صافي كافة. إنسان اللي كانت فينا شوية ديال الإنسانية، اللي قادر يدير شي حاجة يعاون هذا المعتقل، يعاون العائلة الدول مع أبسط الإيمان. وهذوك الناس اللي كما قلنا أنا كننفي أن هناك هيئة سياسية أو حقوقية أو نو. كاين الله سبحانه وتعالى هو اللي كاين. إذا من المنبر فتحية لجميع الإخوة اللي شاهدوا معنا هذا اللايف، سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. السلام عليكم الإخوان.